يشوف الكاميرا. تكلم عن نشوح استقلال، لم يتكلم عن القبيلة، تكلم عن الزاوية. الزاوية، ولعلكم تعلمون أن الحركة الوطنية بدأت في القرويين بقراءة لأنني أحد شخوص الرواية بالتأكيد. لكن هذا سؤال من يجاوبني عليه هو بإيجاز أيضا، لماذا تعتبر أن السنة الذاتية هي تهمة أو جريمة؟ يعني شبهة، أنت دافعت عن الرواية باعتبارها رواية وليست سيرة ذاتية، علما أن الكتابة لا تستشير صاحبها، والسيرة الذاتية لا تستشير أيضا المؤلف. وإذا ما رجعنا إلى قبة السكر وباب الريح، سنجد أنك تكتب سيرة ذاتية بكل تأكيد. شكرا. بالنسبة لي الاستثمار أعتبره كتلة ثقافية متحركة داخل مدينة تازة، يذكرني دائما بأنه متعدد الأزمان. في أطيلة الاستثمار اجتمعت جميع الأزمان، الزمن النضالي القوي والحماس، الزمن الإعلامي الملتزم، والزمن الثقافي الرائع والممتع والمبدع. قبل الهدف إن شاء الله من الصارفين الإبداعي، كما أشكر كل الحاضرين والأستاذة والسيدة الحاضرين معنا هنا. نهاية حتى أدعو كل الحاضرين بالتطور إلى الفضاء الخارجي من أجل